اهلا بكم كل مشاهدي تلفزيون اليوم السابع، مستمرين مع حضراتكم في تغطيتنا الخاصه لمنتدى رؤساء هيئات الاستثمار الافريقيه، واللي بيشهد حضور اكثر من ممثلي 34 دوله افريقيه ومجموعه من الجلسات. في اليوم التالي على التوالي شهد النهارده الجلسه التي تتحدث عن السعي للوصول الى الاسواق العالميه، وهي الجلسه اللي حضرها عدد من الوزراء المصريين وممثلي بعض الدول الافريقيه، وادارها المهندس طارق توفيق رئيس غرفه التجاره الامريكيه وعضو مجلس اداره الهيئه العامه للاستثمار. عشان نعرف اكثر عن تفاصيل هذه الجلسه والتوصيات التي خرجت منها، بشرفنا المهندس طارق توفيق. اهلا بك. اهلا بك. اهلا بحضرتك. يعني تابعنا مع حضراتكم الجلسه وتفاصيلها، واعتقد خرجتوا حضراتكم يعني المناقشات دارت كلها حوالين السعي للوصول الاسواق العالميه. ملاحظات حضرتك ايه عن المشاركات اللي تمت في الجلسه؟ لا اعتقد المشاركه، المؤتمر عموما ككل حقيقه مؤتمر توقيته هام جدا. هناك اتفاقيه تجاره حره افريقيه، هناك توجه النهارده لافريقيا من كافه الدول كالمستقبل الواعد النهارده وكسله الغذاء. واعتقد النهارده دور مصر في افريقيا دور هام جدا ودور حيوي كما ذكر في عديد من الجلسات. وإذا لم تكن هناك متابعة لاتفاقات الثنائية واتفاقات التجارة كما حدث في خلال هذا المؤتمر، أعتقد يبقى التطور في تلك العلاقات سيكون أسرع وتيرة عن مكان، خاصة أن هو تم يعني مناقشة عديد من التحديات وعديد من المشاكل اللي هي يعني بتعوق الصناعة والتجارة، خاصة فيما يخص لوجستيات التجارة البينية والمعوقات الموجودة، عدم توحد التشريعات والمواصفات في عديد من الدول. والحقيقة أحب أضيف نقطة، الحقيقة يمكن يعني بيتم يعني سوء التعبير عنها، أن أفريقيا ليست دولة، أفريقيا قارة فيها أكثر من 50 دولة، كل دولة لها مزاياها النسبية ولها خصوصيتها ولها تشريعاتها، وبالتالي النهاردة التعميم في هذه الحالة الحقيقة ضار جدا. وهنا من هذا المنطلق النهاردة تحديد النهاردة المزايا النسبية لكل دولة والتكامل الحقيقة في الفكر وليس التنافس، أعتقد من أهم التوصيات اللي هي طالعة من هذا المؤتمر النهاردة، كي يمهد إلى استثمار ولكي يمهد إلى اندماج في التجارة العالمية اللي هو منكمش منذ فترة، وكذلك الاندماج في سلاسل القيمة العالمية. يمكن يا فندم يعني واحدة من أهم التحركات هي السعي للوصول الأسواق العالمية، وأعتقد كان في برضو مشاركة من معالي وزير الطيران ومعالي وزيرة التجارة والصناعة، ويأكدوا على بالفعل وجود بعض التحديات. إيه حضرتك شايف إيه أبرز التحديات الموجودة حاليا في المنفذ؟ مش تحدي واحد، يعني أنا مثلا حدي كما ذكرت النهاردة عدم النهاردة وجود بنية تحتية تربط الدول الإفريقية ببعضها، كما ذكر السيد وزير النقل أمس ذكر ان خطوط السكة الحديد في مصر معمولة على 154 سنتي وفي السودان على متر، وبالتالي يجي القطر يقف على الحدود دي، سمة غالبة على كل افريقيا، ويمكن دي من ضمن النهاردة رواسب الاستعمار القديم، ان هو ما كانش فيه توحيد، كل دولة يعني مصممة على علاقتها اللي هي بالمحتل بتاعها وليس كتكامل افريقي ككل. من هذا بقى المنطلق دي احد النهارده دي احد التحديات، عدم النهارده في دول لها فكر انفتاحي ليبرالي اقتصادي، في دول النهارده بتنتهك سياسات حمائيه، وبالتالي النفاذ الى كافه الدول كقاره او كتجمع واحد مش بالضروره بالسلاسه. ومن هنا توحيد تلك النهارده الاجراءات التشريعيه والمواصفات والبنيه التحتيه واللوجستيه، اعتقد من اهم النهارده المقدمات اللي بناء عليها نقدر النهارده نقول ان النفاذ الى افريقيا ياخد حقه عن مكانه عما قبل. يمكن واحدة من أهم الموضوعات اللي بيتم مناقشتها خلال جلسات المنتدى هي مشاركة القطاع الخاص في عمليات التنمية والنمو، ومشاركته في كل الفعاليات وفي كل يعني الخطوات اللي بتتخذها الدولة سواء المصرية أو الدول الأفريقية. حضرتك شايف قد إيه مصر في هذا الملف خدت خطوات كبيرة؟ بص، القطاع الخاص الحقيقة هو عماد الاقتصاد العالمي. مصر 70% من اقتصاد مصر ما زال يدير القطاع الخاص. الدولة لها دور هام جدا. وهنا بقى النقطة الرمادية اللي هو تحديد، وده ما تم مناقشته اليوم، ما هو دور الدولة وما هو دور
القطاع الاستثماري او القطاع الخاص، بحيث ان احسن ما يحصلش اوفرلاب ما بين الاثنين. طول ما يبقى فيه وضوح وشفافيه لكل دور، اعتقد النهارده الاستثمار بينساب اكتر، وده ينطبق على العديد من الدول الافريقيه. القطاع الدوله ليها دور هام جدا في البنيه التحتيه والبنيه الاساسيه والبنيه المستقبليه. يعني في الدول الاخرى الدوله لا تستثمر في ما يسمى مستقبل مستهلك، بمعنى مستهلك، بمعنى ان يبقى في الدوله تستثمر في صناعات مستقبليه، تكنولوجيات مستقبليه كي تمهد الطريق للقطاع الخاص. الانترنت على سبيل المثال ده ناتج ايه؟ ده ناتج النهارده استثمارات للحكومه الامريكيه في منظومه الدفاع اللي هي بعد كده كلنا بنستفيد بيها، لكن الدوله هناك ما تروحش تستثمر مثلا في ملابس او بسكويت او شوكولاته. هنا بقى الحقيقه النقطه دي هي يبقى في تكامل، يعني ادي العيش لخبازه، وده ما ينطبق على افريقيا ككل، والدوله ليها دور هام في الاستثمار سواء النهارده في البنيه الاساسيه والبنيه التحتيه وفي كمان الصناعات المستقبليه. هنا تحديد هذا الدور اعتقد بيضفي مزيد من الارتياح والشفافيه لكل دوله بما له وعليه. نتمنى ان شاء الله ان يكون في يعني خطوات ايجابيه بعد هذا المنتدى. توقعات حضرتك ايه ان شاء الله الخطوات اللي ما بعد منتدى رؤساء هيئات الاستثمار؟ في عديد من التوصيات النهارده من خلال الجلسات التي تمت، وتوصيات في غايه الاهميه بيتم تجميعها في كبسوله، ويتم النهارده المشاركه فيها مع القياده السياسيه وكذلك مع الدول الافريقيه، وبناء على ذلك بتبقى يعني بتوجد اليه النهارده للتواصل والاتفاق فيما يعني يلحق بعد ذلك من التواصل مع الدول الافريقيه. ان شاء الله يا فندم، بشكر حضرتك شكرا جزيلا، شكرا حضرتك وشكرا كل مشاهدي تلفزيون اليوم السابع.